بونسوار. طقس الصيف اعتيادي رطب عم بسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه، لبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع كارو 32 درجه، 33 بطرابلس، 31 بالعاصمه بيروت و32 بصور. بننتقل الى بعلبك مع 35 درجه، 24 باللقلوق، 34 بزحله و29 بجزين. نسبه الرطوبه عم بتسجل اقصاها على السواحل 80%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم تسجل سرعتها 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ مثل ما ذكرنا لبكرة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، درجات الحرارة عم تسجل 31 درجة وبتستقر على 31 درجة لغاية نهار الثلاثاء وجونا صافي قليل الغيوم. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير.